خطيب شخصية كروية كبيرة جدا، رئيس النادي الأهلي، دخل في صفقة طاهر بنفسه، زيارة مهمة جدا لنادي المقاولين العرب مع رئيس المقاولين العرب المهندس محسن صلاح، كمان المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولين، وجلسة خاصة جماعتهم يعني مع كابتن محمود الخطيب. شاف يعني دخول كابتن محمود الخطيب بنفسه في صفقة طاهر ازاي؟ لا طبعا ان كابتن خطيبي دخل في صفقة لأي لاعب دي حاجة يعني كبيرة جدا. كابتن خطيب رمز للكرة المصرية والكرة الأفريقية، وتواجده في منصب رئيس النادي دي طبعا يعني حاجة كبيرة جدا. فانه يكون ضمن يعني هو اللي قعد مع مهندس محسن صلاح ومهندس محمد عادل، دي طبعا يعني سهلت الامور جدا، يعني دي اللي سرعت الامور حتى. يعني حصلت مكالمه بينك وبين الكابتن خطيب بعد التوقيع؟ حصل مكالمه هي كانت سريعه جدا يعني ما خدتش دقيقه، بس يعني ابرز بالنسبه لي انا كانت يعني مكالمه كبيره جدا. دي مهمة في مشوار طاهر محمد طاهر. طبعا يعني طبعا كابتن خطيب يكلمني يبارك لي ويحفزني ويفهمني ان النادي الاهلي ده نادي كبير ونادي عظيم، دي حاجة طبعا يعني من غير ما هو يقولها يعني كانت واصلة لي، بس ان هو يقولها لي دي يعني كان لي